سرطان يعتبر من العمليات اللاجراحية بالبنج الموضعي؟ لا، من العمليات الجراحية قص الأجفة. نعم. واللي سبب إنه هواية أضرار. سبب إنه هواية أضرار. طبعاً مرات البنج الموضعي يعني هو لازم نستخدم إحنا القص الأجفان البنج الموضعي. نعم. بس هم يسبب لنا أضرار يعني تطلعتك مثلاً، خلينا نقول يعني وقت تختلف عن الثانية. كلش حابة أني أسوي عملية قص الأجفان، بس خايفة هواية بنات شفت بعد عملية قص الأجفان يعانون من إنه كل عين شكل، بالإضافة إلى الخيط يكون كلش واضح. بالتالي أنت يعني تاخذين هاي الخطوة يم طبيب يكون اختصاص طبيب جراح، ليس طبيب يكون غير جراحي، يعني بمعنى انه يقن فيلر او بوتوكس. نعم. نبتعد عن هذا الموضوع، نروح الطبيب اختصاص عمليات صغرى، بمعنى اللي هي قص الاجفان، هاي العمليات البسيطة يعني. طيب بعيدا لحظة يا ديلا، هنا تك وتك العين شلون؟ تك وتك تك وتك العين، يعني بالتالي انه مثلا يكون عندنا هنا الخيط واضح، هنا الخيط مو واضح، يعني ماكو انه جفن نازل جفن صاعد، هذا اللي اقصده. يعني صوره يعني نقول 1% احتمال ممكن كل عين شكل زين. وهذه الخيط مثلا اثر الخيط ما يروح لو يبقى دائم؟ يقل يقل مرور الزمن؟ اي طبعا يقل بنسبه خلينا نقول 80%. ممتاز، يعني هو يقل من كيفه لو اكو كريمات تساعد على الاخفاء. اكيد اكيد سكارمنت احنا نستخدمها هوايه، يعني هي تقلل من اثار الجروح. نعم ممتاز، نستخدمها ورا العمليه.